واحدة بتقول انا ندمت اني لا اكل سمك في صيام الرسل لان تعبت في الولادة وبعدها، وحتى هذا اليوم لاكل سمك في صيام الرسل، ولكن عرفت ان هذا العام صيام الرسل هيكون مدة طويلة، فأرجو السماح لي بأكل السمك، ولكن دون أن يزعل مني يسوع. ما دام ندرت نادر يبقى لما ترجعي فيه ربنا يزعل منك. هو شغل كلام عيال ولا كلام ستات قصاد ربنا؟ النادر عبارة عن اتفاق بينكم وبين ربنا، ومش أصول واحد يرجع في اتفاق. والسفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفشل. يعني الكم يوم اللي هيزيدوا السلام الرسل دول هم اللي هيزودوا صحتك. يعني انا لا استطيع ان اعطيك حلا في كسر النذر، يعني لا املك هذا ان اعطيك حل في كسر النفس.